أصدقائي الكرام، يسعد أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وأسئلة جديدة. بهذا الفيديو رح نسأل كم عدد أسماء الله الحسنى؟ عدونا خمسة، وشو هي كلمة التوحيد؟ تابعونا وخلينا نشوف. إلى الله نمضي، يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق انبرق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق. ممكن نشارك معك الغداء؟ أنا وسهلا، تفضل. الله يبارك فيك يا رب. طمنا عنك. الحمد لله رب العالمين. أمورك كيف؟ والله الحمد لله. يا سيدي الله يسعدك يا رب. كيف الشغل؟ والله ما كثير. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. بدي أسألك سؤال، كيف معلوماتك الدينية؟ والله منيحة الحمد لله. منيحة. أسماء الله الحسنى كم عددهم؟ 99. فيك تعدلنا خمسة؟ الله الجبار القدير البارئ المصور القادر العزيز الغفور. ما شاء الله ما شاء الله. شو هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما شاء الله، الله يبارك فيك يا رب، وإن شاء الله يجعل أيامك كلها سعيدة. طبعا هي بنشكرك كثير، وبتربح معنا كتاب مكمل. تفضل. يعطيك العافية عمي. بتعرف عليك؟ تفضل. حابين نسألك سؤال. تفضل. أسماء الله الحسنى كم عددهم؟ 99. خمسة؟ لا 99. 99. نعم. عدلنا خمسة. الملك القدوس المهيمن الكريم الرحيم الغفار. ما شاء الله عليك يا عمي، ما شاء الله. الله, الله لا يحرمنا هالابتسامة الحلوة يا رب. الله يخليك يا رب، الله يبارك فيكم. شو هي كلمة التوحيد؟ توحيد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت. ما شاء الله. يا حجي ترضى علينا، ترضى علينا. الله يبارك فيكم، الله يرضى عليكم، الله يحميكم، الله يسلمكم يا أخي. آمين يا رب، شكراً. يعطيك العافية. عفاكم الله يا أخي، حياكم الله. نتعرف عليك؟ محمد أحمد بهلول. جنابك شيخ ما هيك؟ لا. بس هيك يعني بتحب السنة وما شاء الله لباسك. ولله الحمد، ولله الحمد، وذلك فضل من الله عز وجل. طيب رح نسألك سؤال. نعم. كم عدد أسماء الله الحسنى؟ 100 اسم والله الحمد. 100 اسم. 100 ولا 99؟ هي 99، لكن الآخر لا إله إلا الله محمد، يعني الأخير هي 100، هي بتجي 100. 99. طيب 100. شو هي الآية اللي بتحكي عن أسماء الله الحسنى؟ ولله. نعم. الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، نعم، ولله. طيب. الأسماء الحسنى فادعوه بها، نعم. كيف تعدنا خمسة؟ من أسماء الله الحسنى؟ أيوه. العلي القدير الممجد. العلي القدير الحكيم العليم. طيب شو هي كلمة الرافع الخافض شو هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما شاء الله، الله يعطيك العافية. ولا تنسانا من دعواتك يا عم. ربي يحفظكم ويرعاكم ويجيكم الخير على هذا العمل للوصول إلى الله سبحانه وتعالى حارم من هالنعمة. امين، الله يجزيك الخير. شكرا وإياكم. لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. يعطيك العافيه حبيبنا. طمنا عنك ان شاء الله بخير. الحمد لله، تفضل. نتعرف عليك. نادر جعوي. والله نادر، اهلا وسهلا يا نادر. كيف الشغل، كيف اوضاعك؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اخ نادر، بدنا نسالك سؤال ديني. تفضل. طبعا احنا قناه على اليوتيوب اسمها كونوا معنا، سؤال وجواب. اهلا وسهلا. اسماء الله الحسنى كم اسم؟ 99. 99. فيك تعدلنا خمسه؟ السميع اللطيف العليم الخبير الرزاق الكريم الله. كثير. 99. الله يبارك فيك يا رب. شو هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما شاء الله، الله يجزيك الخير. الله يسلمك، ويومك ونهار سعيد وموفق إن شاء الله. السلام عليكم. كيفك يا شطورة؟ نتعرف عليكي؟ سيدرا. بس ممكن تعلي صوتك شوي؟ سيدرا. سيدرا صف إيش يا سيدرا؟ صف سادس. كيف معلوماتك الدينية؟ يعني بتحبي البابا والماما؟ ايه. كثير ولا شوي؟ كثير. طيب مين بتحبي اكثر، البابا ولا الماما؟ الاثنين. الاثنين. اسماء الله الحسنى كم عددهم؟ 99. فيك تعدينا خمسه؟ الرحمن الرحيم والمجد والقدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار والمتكبر الخالق. ما شاء الله حفظنتيهم كلهم. كلهم. طيب
طمنا عنك حبيبنا. كيف معلوماتك الدينية؟ والله الحمد لله ماشي الحال. بتصلي؟ الحمد لله. طيب أسماء الله الحسنى كم عددهم؟ 99. فيك تقدمنا خمسة؟ البارع، القادر، الصمد، الواحد، الأحد. ما شاء الله، حفظانهم كلهم؟ لا. طيب تقريباً. شو هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ما شاء الله، الله يعطيك العافية وشكرا كثير لك. شو بتحب تقول للمشاهدين؟ الله يعطيكم العافية وتابعوا هالشب الكويس وعلى قناته وكونوا معنا و بس ثقفوا دينيا. الله يعطيكم العافية. الله يبارك فيك يا رب. طيب أسماء الله الحسنى كم عددهم؟ 99. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيك تعدنا خمسة؟ الرحمن، الرحيم، الملك، الغفور، القدوس. ما شاء الله ما شاء الله. شو هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. ما شاء الله عليك، شكرا كثير لك. ربحت معنا كتاب الشباب المسلم. تفضل. يعطيك العافية حبيبنا. طمنا عنك. الحمد لله. كيفك انت؟ والله الحمد لله. شو اسمك؟ خالد. كيفك يا خالد؟ الحمد لله. خالد ليش ما انخذت كمامة؟ ما في حدا معك، لحالك ما هيك؟ لحالي. طيب خالد أسماء الله الحسنى كم عددهم؟ 99. فيك تقدمنا خمسة؟ الكريم، العظيم، الغفور، الرحمن، الرحيم، الملك، الرزاق. طيب شو هي كلمة التوحيد؟ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يعطيك العافية والله يجعلك أيامك مبارك ويرزقك من خزائن الملجأني. آمين يا رب وإياك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف عليك أبو أحمد؟ أبو أحمد طاووس. أبو أحمد ليش ماك حاط كمامة؟ والله تعرف فيها تعطينا كمامة. المحل. تفضل. أسلم إليك. أبو أحمد كيف معلوماتك الدينية؟ الحمد لله منيحة. كويسة؟ الحمد لله. طيب أسماء الله الحسنى كم عددهم؟ 99. 99. في 100 ما حد يعرفه؟ لا ما في 100. 99 ما أذكر بالقرآن يعني. 99 أسماء. فيك تعدنا خمسة؟ عبد المنعم، منعم، الجبار، الستار، الرؤوف، الرحيم، الرحمن. طيب شو الفرق بين رحمن والرحمن؟ في زاد ال. ال هي شو يعني؟ ال التعريف. ايه شو يعني؟ تعرف يعني ال التعريف يعني هي. لما نقول الرحمن هي هو الرحمن الرحيم يعني هو الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. رحمن مرحم رحيم. هي صفة مشتقة من الرحمن. طيب شو هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما شاء الله. الله يعطيك العافية. نتعرف عليك؟ إبراهيم هرموش. إبراهيم هرموش، كيفك عم إبراهيم؟ ميت أهلي وسهلي بهذا. أسماء الله الحسنى كم اسم؟ 99 اسم. فيك تعدنا خمسة؟ الله الله الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أصدقائي الكرام، لهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو. الجواب أسماء الله الحسنى 99 اسم. الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، وهن كثيرين. كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. تابعونا، اشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.